It's okay. انت صورت؟ خلاص بدأت؟ اه اوكي. طب استنى. أمنيتي في 2011. أنا أمنيتي بتمنى إن يبقى معايا فلوس كتير قوي، 1,000,000 جنيه بس. فضة كتير. تعالى شوف مزايا. مربي هنا. اللي هتهنيني. يا. مش عارف. طيب هقول لك استنى. الناس اللي نفسي تاخد العربية ما تتخبطش. هاي الشقة. ليش؟ 2011 دي يعني هي أنا حاسسها هتبقى سنة مش لذيذة، يعني بدايتها جيش وحاجات نيلة يعني. وأقعد سنة في الجيش و جميلة. خير خير. أنجح في السات، أجيب السكور اللي أنا عايزه. اعدادي اللي ما بيذاكرش خالص يجيب مجموعة وياخد ثانوي. انا نفسي فريس ماني اوبر بس 50 بس نفسي اعمل اي حاجة عشان اموت. مش عايز اموت. اتمنى يا اخد اعفاء يا اما يبقى عندي ارتصاق. مش معقول يا رب. فاهلي سيبوني كده ما اعيش حياتي. نفسي ان شاء الله السنه دي عشان ثانويه عامه بقى ان انا يعني اجيب درجه عاليه واحس ان انا عملت حاجه بالمذاكره التعباني طول السنه دي. بس بس طيب انا نفسي في اجيب درجة كويسة زيك. اوكي ضحك عشان اقفش في 5,000 جنيه. والاصغر منه ابني التاني ينجح يعدي. Oh, I wanted the 24 hopping session. وبطل العالم في الرومة مسافات طويلة وبطل العالم في البينج بونج. نفسي اشتغل ابوي. نفسي اطلع اقضي دراسة السنة الجاية ان شاء الله بلد تانية يعني. تعرف معلمه البنت الصغيرة أجوزها.